السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وفاة الفنان لطفي بشناق منذ قليل في المستشفى حزن كبير لأسرته والشعب عليه. انتشر خبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بوفاة الشاب لطفي بشناق، والذي رحل عن عالمنا اليوم وترك دنيانا، وحيث انه يبلغ من العمر 42 عام، لكن يلقبوه بالشاب بسبب جمال ابتسامته وروحه، وحيث قال احد اقاربه انه يمتلك صبر جميل وهو رجل صبور رحمك الله يا غالي، حيث معاه عدد كبير من أصدقائه الشاب والنجم السعودي لطفي بشناق، والذي يبلغ عدد متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي 200,000 متابع عبر موقع تيك توك، و 150,000 متابع عبر موقع الفيسبوك، وعبر اليوتيوب لديه 500,000 متابع، وحيث أن الجماهير السعودية تحبه. واليوم قد ترك دنيانا الفنان والشاب والنجم وصاحب الروح الجميلة لطفي بشناق، اللهم ارحمه في الله واسكنه فسيح جنته، إن الله وإننا رجعون نطلب منكم بالدعاء له بالرحمة والمغفرة البقاء لله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.